النادي الأهلي كبير وسيبقى كبير بأبنائه وبجمهوره العظيم اللي دايما واقف في ظهره، وعايزين كده الآلاف إن شاء الله تحتشد في مباراة يعني الحرية يعني الغيني يوم 22 سبتمبر إن شاء الله. في اتصالات الآن بين إدارة النادي الأهلي والأجهزة المعنية في الدولة المصرية بشأن تحديد ملعب المباراة وسعة الاستاد، وإن شاء الله يكون الحضور رائع ويعبر النادي الأهلي هذه المباراة وصولا إلى دور الأربعة بإذن الله كابتن جوهر. ونسعد جميعا، وانت ترجع لنا كمان من أبيجان إن شاء الله مع فريق اليد ببطولة الأندية الأبطال إن شاء الله، ربنا يكرمنا.